صباحكم بالخير، صباحكم بالرضا والهناء. حكايات وحكايات، كل حكاية وأسرارها، اللي نقص واللي يزيد واللي يعدل في ميزانها. والصحيح يا جماعة ما تلقاه كان عندها للمعرفة، محبر في حديث مرتوب ومنسوج، تقول حرير على المبر، ويا سادة ويا مادة، والله لا تقطع لنا عادة. حكايتنا اليوم تجيكم من مخازن تونس البية، تحديدا حمام لنف. حمام لنف، شكون ما يعرفش حمام لنف؟ ما نجموش نحكيه على حمام لنف من غير ما نحكيه على بوغرنين. نرجعوا لبرشا سنين التالي، جبل بوغرنين كانوا يسميوه بعل كارنال. فيه زوز قمم، القصيرة طولها 496 متر والطويلة 576 متر. في القمة الطويلة وقت البونيقيين كان فما معبد يتسمى البعل، كانوا يقدسوه الفينيقيين برشا، وكانوا كل ما يتواجدوا في بلاصة يعملوا له معبد باسمه. البونيقيين زادا كان عندهم ما يقولوا ويسميوه وسموه نارو. كي يقولوا البونيقيين نحكيه وقت القرطاج، وقت روما احتلت قرطاج حافظت على المعبد في الجبل وزادوه اسم ساتور. كان زاد اسم ساتورن مقدس عند الرومانيين، ولا اسمه ساتورن بعل كارنس. حمام لنف ما عادش اسمه نارو في وقتها، ولا في وقت روما سموه اد اكواي بيرسيان. اسم غريب شوية، لكن امشي يا زمان ويجا يا زمان. بعد الاف السنين وقت جاو العرب لتونس سموها حمام الجزيرة، والجزيرة لهنا يقصدوا بها الكابون، خاطر تحل على الكابون. ربطوا عيون الماء الخارجة من الجبل وسموه حمام لنف في الجبل زادا. في الجبل زادا نلقاو ثم العين القديمة كيف سكن فيها علي باشا، بدلوا لها اسمها وسموها عين البي. عام 1705 حسين باشا بي ولا يحكم في تونس، وأول بلاصة كيف وصلها كي دخل تونس هي جبل بوغرنين. عجبته البلاصة على الأخر، هذاك علاش قرر كل شتوية يعديها فيها، وتحديدا عام 1750 بناولوا فيها دار وسموها دار خلاعة الشتاء. أعين البلاد باش يتقربوا منه ابنوا بحذاه، وبوجودهم ساهموا في تكبير حمام لنف. حمام لنف في وقتها من الأوقات كان دخولها ممنوع على العامة، يعني ما يدخلوا لها كان الخاصة. من الحاجات زادة اللي كانت مشهورة بها حمام لنف والتوى تقريبا، كانت معروفة بالماء السخون، وكانوا فيها برشا برشا عيون وعيون استشفائية، وكانوا يجيوها برشا مرضى باش يبراو. كانوا يقولوا اللي هي تبري أي مريض. في كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري حكى عليها في كتاب امتاعه، وقال اللي هي حاجة خارقة للعادة، والماء اللي فيها ينفع وحاجة مجربة. في الثمانينات تقريبا بحر حمام لنف كان يعمل 66 كيف، وكانت من أكبر الوجهات السياحية اللي تمشي لها في هيك الوقت. قدش محليك يا بيا يا عزيز علي، ملا أسرار في مخازنك. إن شاء الله تكون عجبتكم الحكاية، واستناونا غدوة في مخازن. المخازن.